هذا زوجهن العملة عليه ب60 وبين المجال يعني تقريبا بيش تنطيهن 50 عامة 120 ألف أبو كرار الفريقية نصب أبو كرار الغالي صباح الخير صباح النور هسه صورنا هاي النعامة نعم هاي مبينة فحل من نثية لو بعدها لا بعد ما يبين هسه فحل من نثية ما يبين شقد عمرها؟ ما يبدل الريش هسه شقد عمرها هاي؟ هاي عمرها 4 أشهر وشوي ها 4 أشهر اي سعرها العملة عليها 120 وبيها مجال بيها مجال يعني بالعدلة ترهم الله كريم خير بالقسمة خير ان شاء الله ان شاء الله هم بيهن انواع مو هسه اللي موجودات بالعراق اي من هن اكو عراقي اكو افريقي اكو شمو مصري ما مصري أي. تركي اي نعم اكو مهجر انواع حجينه بين الاصناف ويطلع نوع حجين نعم نعم يطلع العرب نسائي هذا كله ديج الهراتي على 25 الهراتي على 25 هذا الباب الزوج ما تبيش 30 في جنوب العراق يسمونها باب احنا هنا نسمينا وز احنا صح هاي دجاج هراتي الوحده ب 12000 وبيها مجال مو بيها مجال يعني بالعشرة ترهم هذا البط المصري وإلى اسم ثاني مو مدري يسمونه مسكوفي مدري ايش اسمه باش ايه الزوج مالته ب 15 العملة ايه وبيها مجال وبيها مجال للطيبين ان شاء الله مالها الكنعان مالها الكنعان عافية اخوي عافية بها الكنعان ايش قد عددهن ذن الافراح 8 وامهن كلهن العملة عليهن 100 شلع قلع هذا مشاهدينا مدخل سوق المواشي هاي الأرانب الزوج ب8 مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سوق مواشي محافظة ديالى نقدم لكم بورصة الأسعار لهذا اليوم تابعونا 700 هذا سعره 750 سعر 1700 هذا سعرهن سعر المشترى هذا 1.6 مليون و600 سعر مشتراتهن وصاحبهن يريد يحصل نفع عليهن هذا مليون و600 مصلات وبعد يريد عليهن نفع ان شاء الله وشوية يريد فطقة اول اثنين مصلات مليون و450 صفهن 1.6 ذني الاثنين اذني هالقصة مصلات 1,600,000 اذني مشترينهن اثنينهن 1,875,000 ويريدون نفع عليهم هذا بيع كشف يسمونه موفقين يا ابو اليوم وصل لك جوب عباس التميمي من زنبور اول مره يطب الجوب اول مره ما واصل اول مره عبوسي شلون شفت الجوبة حلوة؟ حلوة صدق؟ حلوة بيكم إن شاء الله أنتم جيل المستقبل نتمنى من دولتنا أن تهتم بيكم لأن يعني أنتم أساس مستقبلها خلي لايك عافية أخوي حبيبي عيوني هذني شو مصلات أبو خالد؟ مصلات 2,200,000 يسوون مصلات 1,200,000 الواحد 1,100,000 مصل نعم 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 يا الله صباح الخير صباح النور شلونكم؟ مرحبا ابو عمر انت من يا مكان؟ من بلد روس من بلد روس؟ من بلد روس هاي اللي يقول عليها سرنا من السنية قاصدين الروس نصلح العوادل وقوم بنعط روس المارضة المهرضة بحكمنا من نبد منجوز شلونكم بالروز؟ فايضين بالمي مو؟ بالهام المي؟ لا لا هاي كذب هاي شلون؟ المي كذب كله بيار ها؟ كله بيار الله يسهل ان شاء الله هي اليوم مغيمة شو بلكي الله بلكي الله محمد شوف لك خوش ما تربي ايران المطر ايه
والله حسب المعلومات مطر الصيف ايش يرهم؟ لا ما يرهم والله لا بس نقول بلكي مطر حرفي مطر الصيف مثلا بالعاشر هيجي بلكي الله يرحم على الامه بكل الله اي هايشة. ابو عمر نعم. انت جايب حلال؟ جايب حلال اي لهنا؟ اي تتجي بس انا ما شايفك ماكو كل اسبوع انا والله؟ والله بالله بس هاي اول مره لا لا نشوفك نشوفك ها؟ نشوفك تشرف بيك دائما نشوفك على راسي ثم وين بالروز؟ داخل الروز داخل ها بالولايه وين قرج بغداد؟ اي نعم نعم ذيك الصفحه يسمونها كسيرات مو؟ انا بكسيرات هو بكسيرات بكسيرات ايوه هاي شنو اسمك؟ ابو عمر هاي شنو سموها كسيارات ليش؟ على اسم النهر، النهر كان اسمه كسيارات وسموها على اسم النهر كسيارات. هاي هم خوش معلومة. ممنونين، عين أبو أحمد. يا عيني. أنا من زمان ما شايفك. والله أنا مشتاق لك. الله يبارك فيك. مشتاق لك ومشتاق لذاتك والله. عراقيي الخارج كلهم يسألون عليك. رحم الله والديك. الله يبارك فيك، الله يحفظك ومنا سلامنا إلهم. الحمد لله والله عبر الأثير. والكل طيبين. الله يبارك فيك. كل طيبين العراقيين. الله يحفظك. احنا بالجنوب اذا كان نطلب من الله يمد باعماركم وصحه وعافيه ان شاء الله لان انتم هذا جيل فريد الحمد لله هذا ولد ابو بدره متابع برنامجي كله من هو ابو بدره محمد فاضل جصان وتحياتي لمحمد فاضل في منطقه جصان جصان لو بدره جصان بين بدره وبين جصان ها بهل مصر ايه دشتكي دشتكي محمد دشتكي من الدشتكيه على الراس الدشتكيه فرقنا هواي هذا العجل مشترات من 1,100,000 الى 1,300,000 هذا اول واحد 1,300,000 عجل خشن مال رباط مال تسمين سرحي هذا العجل موصل 1,200,000 عجل وسط خوش عجل نعمة خير من الله ليش بس هي هاي الربطة 1,550,000 الزوج من اثنين هذا جاي يوصل 1,550,000 هذا العجل الخشن خوش عجل نوعية جيدة لا بلالي سعره والله عم انطوني ب 800,780,840 على هالاسعار المشاهد من تقول سبعة يعني عباله ب 700 مليون و700 يطير المليون مو؟ ايه مليون و800 ايه بركة نعم اشكال العمل عم تذوق ها؟ لا ما تدوخ ما تدوخ بس هو عجل سرحي مو انت تبيع بقناعتك طبعا مو؟ اي هذا العجل الخشن هذا شقد يربط ابوه؟ يربط هذا؟ شقد؟ شقد؟ اربعة اشهر؟ اربعة اشهر ثلاثة صير زين يجي يجي شقد مصلات؟ ثلاثة ثلاثة و200 ثلاثة وربع زوج هن الاثنين هذا سوق عجل الأرباط أو عجل التسمين
هذا وزنه يعبر 300 حسب تقدير صاحبه. ها اثنين وسبعمية وخمسين مصل، مليونين وسبعمية وخمسين مصل، وإن شاء الله للزيادة. الله يبارك بيك، الله يرزقكم عين. تعرفه؟ شلون؟ هذا يعبر الميتين. الله يبارك بيك. وسعره عابر 200. أنتم رايدين 2300؟ 200 سعر. هو مصل 200 زين. هذني 3 مبيوعات 7,50,000 3 وزنهن يعبر 300 الواحد؟ لا أقل 270. ها ما عباس تنسل ما عندنا ولا أنا بعت لأبو يوسف. هذا الزوج 4,300 زوج هن اثنينهن 4,300,000. هذا عجلك صابة أول اثنين مصلات 4,000,000. وهذا هذن العملة عليهن 4.5 وبيها مجال. والله يا قسم بالله كريم فتح الباب وكل شيء، هاي الأربعة مدفوع بهن 8,900,000. الله يبارك فيكم. هذا العملة عليه، هذا الشفج العملة عليه 800 مصل 700. هذا الفحل القريشي وشرط الكفاز. ايش قد مصل؟ مصل 600,000. انتم بيش رايدين؟ قافلين ب 800,000. ماجد الطريحي. منو؟ ماجد الطريحي. طليحي نعم. انت جايب؟ جايب هذا وهذاك. هذا الشفج؟ اي. شي وصلا؟ اثنيناتهم انطونا بهن 1,800. 1,800 يعني على 900 يجي الواحد. اي بس حط رباط. حسوني عيني. ثم بيا مكان؟ بدوره هنايا ورا عبد الله بن علي. خير ان شاء الله. ها حمادة صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا ابو عبد. عيني 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 ابو رائد الذهب عمري. ليش مرضى؟ شلونك هاي بيش؟ بيش تعامل عليها؟ 1,700,000. صعد السوق فد مرة. عملة. عملة. ما ينزع. لا لا ما ينزع. خير ان شاء الله. نصر الله. نصر الله؟ على الراس. من الخالص. من الخالص. الخالص من تاريخ الخالص. هذه هسه شنو؟ طبعا هذه مطفل هسه اصور لكم بنتها. هذه هاي بنتها. عيني. احنا نريد شنو؟ احنا نريد نفد. ابو رائد نريد نفد بطل حليب من هاي الجاموسه. مو هسه بنتبيعها ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بعتها اجيب لك بطل قيمر. بطل لا اريد بطل حليب ما اريد بطل قيمر. مو هذا يقول ابراد ابراد يقول الحليب زين للظهر صدق الظهر. هذه ايش قد مدفوع بها ابو؟ 2,400. نبو تمر. نبو تمر؟ اي 500 بيت ما شاء الله. هي كبيره. جيزان ايش قد ابراد؟ الجيزان يطلع حوالي اكثر اقل بالحدود. ايه ايه وانت ما تشوف نفسك الناس تشوفك. بلا انا ما اروح بالمرايه دحكها ما علي. ترتب امورك. اي والله. والله بعد ابو رعد الغالي هذا على الراس. انا بالنسبه لي اقول له يا بي انا لو بخانك ابيع كله واظل على تك. ايه ها ايه لان انت شغلتك قاصه تبيع لك كله انت تستفاد من عندها بس والكلى ما تنظيفه من البيت للجوبه ما متعوبه. اي ما يعني اقول ما سيستر. تبيش طالبه؟ بيش طالبه يا ابو رائد؟ ورده ابو رائد.
1800 ها علي؟ علي ما داير هو يطلب 2300. انت ايش دفعت له؟ 1800 ما داير هو من مليون و800 ايه مخلصات؟ مخلصات؟ سعرهن مخلص؟ بعد يقول بعد صورهم هذا انباع مليونين وتسعمائة ألف ايش قد يطلع وزنه؟ 350 كيلو 340-350 نقول محصوة ايه بهل هاي مليون من مليون نعم مليون ومية وصلت سرجع للمليون ايه ايه يلا مين خل ترجع هيك علي خل يرجع وجهها علي اي دير بالك دير بالك ما ضربتك هذني وحده مصفيه وحده بتشير مصفيه يعني مبدله كل سنونها اي 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 مبدله اي واضح حسوني بيش هذا الاثنين هن لو كل وحده واحد اثنين طبعا اي تنعامل اثنين ونص اثنين ونص تعامل عليها هاي قلت حسين بيش تنعامل اثنين ونص اثنين وستمية ايش قد جاي واصلا اثنين وخمسين وخمسين اثنين مليونين وخمسين جاي واصلا هاي الجبل شلون سعرها؟ ينعمل عليها واحد ونص وبيها مجال اي نعم بيها حليب مو؟ بيها ديس اي نريد حليب يعني هذا مشاهدينا سوق الشول هذا سوق الشول هذه مصلة مليون و600 الجبة مو؟ لا اقصابة ها اقصابة سمينة اي هذا هم مالاتكم؟ هاي بيش اول وحده هاي السمينه؟ هاي 2260 انباعت؟ هاي سمينه 2260 هذه مصله مليون و150 الف هذا كله سوق القصابه ابقار القصابه موفق رحم الله والديك هذا كله حلال قصابه حلال اي قصابه نعم هذا ان شاء الله البغداد ان شاء الله ان شاء الله موفقين جميل شلون اسعار هسائل الحمراء اللي قدامي؟ هاي صارت علي مليونين و125 مليونين و100 25 صارت ب 350 مليونين ب 350 هاي بكر هاي بكر هي مبينه اي مبينه بكر تختلف عن الكبير طبعا اكيد اكيد صح هاي لحمها ثقيله اي لحمها ثقيله تعبر 300 هاي؟ اي تعبر ان شاء الله اي تعبر اي تعبر هيك اللي بصفها؟ الصفه صارت ب 300 عمي اثنين و300 ما شاء الله موفقين انهم طلعت انا ابو علي الغالي رحم الله والديك هلا شرف بيك كل التوفيق ان شاء الله انت الشرف الله يعزك يحفظك اذني اباشير مصلات ثلاثة مصلات 3600 هاي هذا سوق الاباشير هاي الوحدة مصلة مليون الوحدة على مليون هذه مليون و100 نعم انت قطعتها موفقين ان شاء الله هذه ذن اثنين اباشير حلوات مصلات مليون و500 مليون و550 زوجين اثنين هين ما مبدلات؟ ثلاثة بيش؟ والله انطون على مليون مليون مصلات على مليون ذني هذا سوق الاباشير بيش زوجهن ذني؟
هذا انه والله هذا عنده 3 على 9 وهاي الوحده على 8 وربع. هاي الوحده على 8 وربع. هذا بس 2 و3 على 9 9 وهذا 3 على 9 9 900 يعني 900. ايه حلوه شوفها الجنس شوي. يعني قصدك مشتراتهن؟ ايه مشتراتهن خشنات شوفن. مشتراتهن. ايه. اليوم الشيخ ابو اثير الكروي ماكو. والله ابو اثير الكروي اليوم دايخ. دايخ؟ ليش؟ ليش دايخ؟ بالحساب دايخ؟ ليش دايخ؟ مو الحسابات يمه ويا تاخذ العالم وايد اخذ دوخنا عيني. ايه؟ ها؟ الاعلام غاليه يقول دخت. ما يقول دخنا ودوخنا الحب. دخت ودوخنا. والله دخنا ودوخنا الحب. يا جا مرحبا انت ويا الحب عمي. الحب هذا السوق عمي حب السوق ودوخنا عمي. ها حب السوق خير ان شاء الله. 400 ايش قد المصلة هاي؟ هاي وصلت 1.5 مليون ونص مصلة هي. اول بطن. هي وابنها؟ هي وابنها. هذا السوق. سوق موشي. سوق تعبان، حيل أيه. تعبان السوق. نعم. وحيدر صباح الخير. صباح النور مشاهدينا. طبعا مسك الختام في هاي الفقره مع الشيخ ابو حيدر الزهيري. عين ابو حيدر. عين ابو حيدر. شو محضرنا اليوم؟ اليوم احنا نسولف يعني نسولف فيها مرات على انبياء بس ما ادري يعني نقدر حكم منها يعني حتى يعني القضيه بالعبره. بالعبره. نعم. اي اكو بشر مسلم ويدعي بالدين بس ما يعرف قدرة الله. يقال اكو اخوان 2. اي واحد منهم عابد وقاعد قاعد بغرفة بواحد يعبد 40 سنة وواحد على رجله عايش. شلون هالخلق هذه؟ ايه هاي جبقوا الجهالة وصلي حال حال يعني هذا كالمجاهد في سبيل الله. وذاك اخوه يضرب ركعة ظل عابد 40 عام. ايه موسى عليه السلام هاي بزمن موسى. نعم عليه السلام. عليه السلام موسى يكلم الله كان كليم الله. فديوم العابد طبعا قاعد بجبل بصومعة او بكهف فنزل تلقى اخوه هذا اللي عايش يعني حاله من حال هالناس هاي. نعم. قال له ها اليوم نزل وين؟ قال له والله بدي اروح على موسى عليه السلام. عليه السلام. قال له ايش عندك كذا؟ قال له والله بدي اساله اقول له وين صرت اني مكانتي بالعباده هاي 40 سنه؟ منزلتي وين؟ اي اي والله. قال له العدان هم اروح وياك. استهزئ بي. قال له انا 40 سنه صار لي اصلي واعبد. انت وين تروح وياي؟ قال شغلتك شلالي. خله اروح وياك. فخله راح وياه. نعم. قعدوا يوم سيدنا موسى عليه السلام قالوا له بدك تكلم الله احنا وين منزلتنا؟ فكلم الله سبحانه عز وجل جاوبهم قال لهم الله سبحانه عز وجل يقول عندي شغل هسه. قالوا له ما تسال الله شنو شغله؟ ايه ايه طبعا احنا يعني طباري مال العرب يعني احنا علماء الدين يجوز ما يقلون يعني هيك نسولف. لا هي للغرض الحكمه. الحكمه. اي يجوز حتى القضيه السالفه مو حقيقيه. اي فقال لهم قال لهم يابا الله يقول سبحانه جاي عبر بعران من خرم الابره. ها خرم الابره. اي يعني اكو راس ما يعرف خرم الابره يعني هذا الفتحه مالتها. الفتحه مالت الابره. ايه. جاي عبر بعران. زين. العابد ال 40 سنه قال عمي البعير شي عبره من خرم الابره. هذاك ايش قال له؟ قال له قادر الله. لا اللي على رجله. اي قام عمي هذا منزلك هذا يعرف قدره الله. انت ما تعرف قدره الله. فاحنا سالت البشر خلي شويه يعني يعدل من وضعيته يعني التسامح. واكو روايه اخرى عن سيدنا نوح يقال انه هو اسمه عبد الغفار سمي بنوح. يقال انه قاعد وفات تكرمون جلكم الله شرب اجرب. فسيدنا نوح تبسم يعني شلون استهزأ بالشرب. قال الحيوان كان ينطق فالشرب جاوبه قال له تضحك على الخالق لو على المخلوق. ايوه نعم. فيقال 1000 سنة ظل نوح وسمي بنوح وعبد الغفار. لكثرتين واحد. اي فاحنا هسه بشرنا يدور على مال البشر. هذا يفترض يعني ان يبحث عن الزينات. هذا يعرج وهذا كذا يعني يعني ناس تحير ناس هاي مخازي يعني للانسان لان الله سبحانه وجل بلحظه سلام الله بلحظه يكسر الانسان ويموته يعني الله قادر على كل شيء قدير. فهاي تقديرات رب العالمين لا حد يتجاوزها. الله يبارك فيك. الله يسلمك. ممنون. الله يحفظك يعزك. الله يسلمك.